مساء الخير مشاهدينا. بالجزء الأول من حلقتنا شاهدتوا مجموعة من الفيديوهات اللي حضروها المشتركين السبعة، وبعد دقايق رح تشاهدوا القسم الباقي وتتعرفوا على العلامات اللي وضعوها الحكام، وتكتشفوا مين من المشتركين حل بالمراتب الأولى ومين منهم بالمراتب الأخيرة. خليكن معنا لنتابع برنامج نجوم بلا حدود. منتابع مشاهدة فيديوهات المشتركين السبعة. هلأ منحضر فيديو دينا المشتركة عن فئة لايف ستايل ومهمتها كانت موقع إلكتروني نسائي. طلب من دينا فيديو عن الأثار الإيجابية للصيام برمضان. مرحب شهر الصوم، مرحب ليالي. رمضان هو شهر الخير والبركة والعبادات، وصيام رمضان كله فوائد. فالصيام هو علاج للجسم، لأنه بيخلص الجسم من السموم وبيحرق السكريات والدهون، بيساعد على فقدان الوزن بشكل آمن وسريع، بيعزز نضارة البشرة وبيقوي جهاز المناعة. علاج للنفس، لأنه بيعلمها الصبر والإحساس بالغير وبيوحد الشعور بين كل الصايمين. علاج للمجتمع، لأنه بينمي فكر التكافل الاجتماعي والعطاء والإيثار. علاج للروح، لأنه بيهذبها وبيسمو بيها وبيقربنا لربنا أكتر بالعبادات والصلاة والقرآن والزكاة. يا رب تقبل صيامنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا تصحوا. أهلا فيك دينا. خلينا نسمع تعليقات الحكام ولح نبدأ معك غادة. شو رأيك بالفيديو؟ ازيك يا دينا؟ انت طبعا مما لا شك فيه ان فيديوهاتك متحسنه عن الفيديوهات الاولانيه كتير. يعني انا مبسوطه انك انت يعني بتتحسني عن المرات اللي فاتت، لانه بصراحه الفرق بين اخر فيديوهين انت عاملاهم وبين اللي قبل كده فرق كبير، ودي حاجه تحسب ليكي ما تحسبش عليكي. بس انا عايزاكي تفضلي دايما تدوري على افكار جديده تحطيها في الفيديوهات بتاعتك، لان انت الفئه بتاعتك صعبه مش 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 سهله. صحيح. شو رايك توني؟ فيديو كتير حلو، الفيديو اشتغلتي فيه بكل، حطيتي فيه كتير اشياء جديده. مش مزبوط انه ما في شيء جديد. حسستينا انه نحن عايشين برمضان، باجواء رمضان، ببيت عايش روحانية رمضان وتفاصيله. اللي مطلوب واللي انت عملتيه لا نفذتيه بتقنية جيدة جدا. برافو، بهنيكي. وبوافق غادة على انه الفيديوهات الاخيرة لإلك عم نشوف غير دينا، نقلة نوعية. يعني دينا اللي بلشت معنا بالبرنامج اختفت، ما عم نشوفها بقى، عم نشوف حدا جديد وجود بيطور نفسه. وعد الكلمة لإلك. أنا الفيديو جدا 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 عجبني. شغلة واحدة ما عجبتني ويعني أنا أزعل إنها تطلع منك. قالوا فوائد الصيام. رمضان شهر من أشهر السنة، الصلاة موجودة في كل السنة، فأنتي وريتينا إنه الصلاة منيحة في رمضان. لا،
الصلاة موجودة في كل السنة وتشز ما المفروض أنك تركزي عليها، ركزتي اللي ركزتي عليه حلو، بس هذه النقطة ما عجبتني، بس غير كذا قدع. لو سمحتوا علاماتكم. وعد 8. دينا شكرا لك وبالتوفيق. شكرا. أنا راضية جدا عن آراء لجنة التحكيم وأتوقع العلامات من 30 تكون 20-21. وهلأ منحضر فيديو يوسف المشترك عن فئة موسيقى ومهمته كانت ماركة ملبوسات عالمية طلبت من يوسف فيديو بيقدم فيه أغنية كويتية بإطار الترويج لفرع رح تفتتحه بالكويت. ما أرواك عجب وأغرب من الخيال، ما أرواك ملكتي كل سحر الجمال، سحرتني ملكتني خليتني بس أتباك أكتب كلام صار منام لما أشوفك أسماك، سحرتني ملكتني خليتني بس أتباك أكتب كلام صار منام لما أشوفك أسماك، سحرتني ما أروعك ملكتني ما أهلا فيك يوسف. خلينا نسمع تعليقات الحكام على الفيديو اللي قدمت لنا إياه اليوم ولح نبدأ معك توني. تفضل. كيفك يوسف؟ الحمد لله. وقت كنت عم بتقول هو الفيديو ماشي أنا رايحة على الافتتاح بالكويت فأنا رح أسبقها لأنه الصورة الحلوة اللي فرجيتنا عليها للبرودكت يعني عرضت المادة على يعني بإطارة الجمالي الصحيح. الله أكبر. الأغنية يمكن شوي اللهجة ما كانت ضابطة ببعض الأماكن، ما كنت موفق كتير بالأغنية، ولكن إذا بدنا نشوف كلمات الأغنية مع الموسيقى الحلوة على الشكل الحلو اللي قدمته لصبية حلوة مع ملابس إنه دعاية ملابس، أنا مع. غادة شو رأيك؟ زيك يا يوسف. الحمد لله. أنا حبيت المرة اللي فاتت حبيت الأغنية أكتر من الفيديو، المرة دي حبيت الفيديو أكتر من الأغنية. الأغنية حسيتك يعني هي الأغنية مناسبة للكليب اللي انت عامله بس هي مش مناسبة لصوتك قوي. التصوير كنتوا قاعدين تصوروا حسينا بيوتي شوت، احنا نبغى نشوف الملابس لأنه المحل ملابس زي ما قالوا، بس الحلو حسستونا من جد كأنه فرع، يعني حتى فكرت أخذ الرقم وأعطيه مدير أعمالي عشان يلزموني. بس برافو حلو حبيت. رح أطلب منكم علاماتكم لو سمحتوا. غادة بتمنى منك تكشف عن علامتك. كشفي. عشان أنت عملت مجهود في الأغنية، عملت تقدر عليه الصراحة، يعني هو ده اللي أنت تقدر عليه فهديك 7. شكرا لك يوسف وبالتوفيق. شكرا. اليوم راني راضي على قرار لجنة التحكيم على النقطة ونتوقع ندي 20-30 إن شاء الله. بعد في فيديو أخير نحضره وهو فيديو فهد ومهمته لحلقة اليوم هي شركة مكملات غذائية طلبت فيديو بيتحدث فيه فهد عن شد الزنود عند السيدات. مرحبا دكتور. أهلا. دكتور عندي مشكلة إنه كتير حابة أشد منطقة الزنود فأجيت أسألك بنفع أعمل بالرياضة؟ رياضة؟ انسى الرياضة خالص، لازم عملية جراحية، لازم عملية تجميل في الحتة دي. عمليات الشد أول شيء رح تترك أثر بس تعملوها هون، بس إذا عندكم ترهل بسيط أكيد بينفع مع الرياضة. فما تخلوا حدا يضحك عليكم أو تسلموا جسمكم لأي حدا خصيصا إذا كان الأمر بيتعلق بصحتكم.
وهي بعض التمارين فيكن تعملوها حتى تشدوا منطقة الزنود. ما تخافوا يا بنات يطلع لكم عضل مثل الشباب، مستحيل يصير هذا الشيء، عشان هرمون التستوستيرون المسؤول عن بناء العضل بينفرز بنسبة قليلة عندكم، وضروري بعد التمرين تاخذوا مصدر بروتين حتى تستفيدوا وتشوفوا نتائج. اهلا فيك فهد. اهلا فيك. خلينا نسمع تعليقات الحكام على الفيديو اللي قدمت لنا اياه اليوم، ورح نبدا معك وعد، شو رايك؟ والله انت جيت على الجرح، انا كنت ناوي اروح اسوي عمليه. لحقتني. ما شاء الله عليك انت، ما شاء الله صدقا عليك. اقرب وسيله نفكر فيها على طول عمليه التجميل، محلول السهل هي، فحسستني بجد انه الواحد فعلا يعني بيقدر مع الرياضه. اي اكزاكت، تكلم انت احسن. يقدر الواحد هو يعني الرياضه تخدمه في هذا الشيء وتخليه ما يفكر في العمليات. ثانك يو فهد. ثانك يو لك. ايش رايك غاده؟ زيك يا فهد، ماشي الحال؟ من ألذ الفيديوهات، وحسيته فيلم قصير، وكل عمل فيه دوره لذيذ. عماد دكتور المجرم. وبعدين هي قعدت وفكرت، وحبيت ان هي دخلت السوشيال ميديا والانستغرام وداست على، يعني في افكار، وحبيت ان انت ما بلغتش في الموضوع، يعني قلت الترهلات الخفيفه، لانه طبعا لو ترهلات قويه الرياضه مش بالضبط، فحبيت ان انت كنت صريح كمان. حبيته صراحه، برافو عليك. شكرا. هيدا فهد اللي انا كان بدي اشوفه اليوم. حطيت اصبعك على كذا جرح، حطيت اصبعك على التجاره اللي عم بتصير ببعض عيادات التجميل، حطيت اصبعك على جرح، مش على جرح يعني، على موضوع كتير معين، انه تفاعل الجسم والعضل بين الرجل والمرأة، انه شو اللي بيتفاعل عند الرجل لا يتفاعل عند المرأة والعكس بالعكس. وخبرتنا كمان انه في اشياء كتير بالرياضة نحن بنقدر نحلها بقالب كوميدي جدي واصل، يعني المختصر المفيد. رح اطلب منكم تضعوا علاماتكم لو سمحتوا، وهلا توني سافيك تكشف عن علامتك. ماني منيحة منيحة. شكرا. شكرا لك فهد، وبالتوفيق. أنا كتير راضي عن آراء لجنة التحكيم، بتوقع علامتي تكون بين 22-23. سمعنا تعليقات الحكام، بعد دقائق منعرف مجموع علامات كل مشترك. أما أنتم مشاهدينا فبإمكانكم بعد انتهاء هالحلقة تشوفوا الفيديوهات السبعة عن جديد على يوتيوب، وتتفاعلوا معها على كل مواقع التواصل. وضروري أذكركم أنه صاحب الفيديو الأكثر مشاهدة على القناة الرسمية لتلفزيون الآن على يوتيوب خلال فترة عرض البرنامج بيتنافس بآخر حلقتين مع المشترك اللي بيفوز بحسب اختيار الحكام، ورابح التحدي الأخير بحسب اختيار الجمهور بيفوز بلقب الموسم الأول من نجوم بلا حدود. بالأسبوع بين 15 و21 رمضان، النشاط المتعلق بفيديوهات المشتركين ببرنامج نجوم بلا حدود كان كبير على يوتيوب، والبوستات والتفاعلات كانت كتيرة على كل مواقع التواصل. خلونا بالبداية نشوف التغييرات الكبيرة يلي شهدها ترتيب المشتركين بحسب الفيديو الأكثر مشاهدة لكل واحد منهم على الآن تيوب. بالمرتبة العاشرة، القناة الرياضية طلبت مني أعمل فيديو عن المنافسة بين الأهلي والزمالك، بس بصراحة ما بقتش فاهم أعمل إيه، يعني اللي هو منافسة إزاي. بالمرتبة التاسعة، بالوقت اللي عم تستعمل صورة المرأة كسلعة استهلاكية أو أداة ترويجية، شهدت بعض البلدان حكم المرأة. بالمرتبة الثامنة، حبك أمي ساكن دمي. بالمرتبة السابعة، في رفقة يربوا سوا وبلحظة يبقى، وفي رفقة صدفة يلتقوا وبيكمل. بالمرتبة السادسة، اليوم رح فرجيكم شو ما بتحتاجوا تروحوا على النادي لحتى تتمرنوا، فيكم تستعملوا الأشياء الموجودة حواليكم، تكون برا بأي محل حتى تقدروا تعملوا تمرين كامل. بالمرتبة الخامسة، هاي معكم فرح، اليوم رح أوريكم كيف بنعمل ميك اب يومي بطريقة سهلة وسريعة. نستغنى عن خمس خطوات بواحد للمستعمل بيبي كريم. بالمرتبة الرابعة، على سلامة أخي، أنا دايما إلى المستشفى. مستشفى؟ لماذا؟ أتبرع بالدم، هل تأتي معي؟ أتبرع بالدم. بالمرتبة الثالثة،
من سنة تقريباً استقبلت ضيفين كتير مهضومين عندي بالبيت، هن بابلو وبيلا. بالمرتبة الثانية النهاردة هنعمل صلصة اسمها صلصة كواكامولي. كواكامولي هي صلصة مكسيكية، مكوناتها سهلة جداً وبسيطة قوي. وبالمرتبة الأولى في أمهات كتير بتكون نفسها تسافر لكن بتكون شايلة هم الأطفال في السفر، لكن في كم خطوة بسيطة لو عملوها ممكن تسهل عليهم الموضوع. ترتيب الفيديوهات لأكثر مشاهدة على يوتيوب ممكن يتغير بين لحظة ولحظة بفعل نشاط جماهير المشتركين العشرة، وأيضاً بسبب إضافة فيديوهات جديدة كل أسبوع. وتذكروا أن المشاهدات يلي بيتم احتسابها هي فقط للفيديوهات الموجودة على القناة الرسمية لتلفزيون الآن. وهلأ خلونا ننتقل لاتصال مع أحد المستشارين العشرة ببرنامج نجوم بلا حدود. مرحبا، أنا جمال فياض، شاركت ببرنامج نجوم بلا حدود بصفة مستشار لفئة الشعر. مثل ما لاحظتوا أو عرفتوا أنه فضة عوض غادرت البرنامج، هذا ما بيمنع أنه فيكم بعد تدعموها بأنكم تصوتوا لها أو تدعموا الفيديو اللي حطتهم على يوتيوب بالمشاهدة، يمكن ترجع تقدر تحقق شيء إنجاز إضافي للي حققته كفئة الشعر ببرنامج نجوم بلا حدود. وهلأ منشوف أحدث البوستات والتفاعلات على مختلف مواقع التواصل وخصوصاً على هاشتاج نجوم الآن. على فيسبوك نشر مستشار في الطبخ الشيف شادي زيتوني رابط فيديو المشترك نسرين ناصر يلي قدمته بالحلقة الثانية ويلي علمتنا فيه طريقة تحضير السباجيتي بولونيز. وعلى فيسبوك أيضا نشر النجم التونسي نسيم رايسي رابط فيديو أغنية بتحدى العالم بصوت المشترك يوسف آدم وكتب من أكثر الأغاني اللي نحبها. وكمان على فيسبوك نشرت مستشارة فئة حيوانات أليفة آية مصطفى رابط فيديو للمشترك نسرين حمود عن تربية الهررة، وشكرت آية متابعينا على الدعم يلي عم بيقدموه لنسرين. على تويتر نشرت مستشارة فئة وثائقي ساندرا علوش رابط فيديو للمشترك زياد الزيات وكان موضوعه إدمان السكر، وكتبت بمشاهدتكم ومشاركتكم للفيديو تدعمونا مرشحي وتزيدونا من فرصته في الفوز. على انستغرام نشرت النجمة وعد ثلاث صور من كواليس تصوير الحلقة الثامنة من نجوم بلا حدود، بين سيلفي بتجمعها مع مقدمة البرنامج دينا عزار، وحصلت هالصورة على أكثر من 11500 لايك خلال يومين من نشرة. وعلى انستغرام كمان نشرت مستشارة فئة جمال شيرين زعتري صورة للمشتركة فرح الطاهر، وطلبت من متابعينا أن يشاهدوا فيديوهات فرح على يوتيوب ليدعموها، وكتبت باللغة الإنجليزية فرح موهوب جدا. انتهت جولتنا لهالأسبوع، خليكن عم تحضروا فيديوهات المشتركين على يوتيوب وخصوصا فيديوهات مشترككم المفضل لتزيدوا فرص تأهلوا لحلقة التحدي الأخير بالبرنامج. وضلكن عم تتفاعلوا مع هاشتاج نجوم الآن على فيسبوك وإنستغرام وتويتر. مشتركين السبعة صاروا على المسرح بالحلقات الأخيرة، فرح كانت عم تتصدر الترتيب. أما اليوم من بعد ما انمحت العلامات السابقة، مين ممكن يكون بالمركز الأول ومين معقول يحل بالمرتبة الأخيرة؟ عماد، مجموع علاماتك بحلقة اليوم هو 25/30 وأنت بالمرتبة الأولى، برافو. فهد، مجموع علاماتك بحلقة اليوم هو 25/30 وأنت أيضا بالمرتبة الأولى بالتعادل مع عماد، مبروك. دينا، مجموع علاماتك بحلقة اليوم هو 22/30 وأنت بالمرتبة الثانية. يوسف، مجموع علاماتك بحلقة اليوم هو 21/30 وأنت بالمرتبة الثالثة. زياد، مجموع علاماتك بحلقة اليوم هو 19/30 وأنت بالمرتبة الرابعة. نسرين، مجموع علاماتك بحلقة اليوم هو 17/30 وأنت بالمرتبة الخامسة. وأخيراً فرح، مجموع علاماتك بحلقة اليوم هو 16/30 وأنت بالمرتبة الأخيرة، يعني من المرتبة الأولى آخر مرتين للمرتبة الأخيرة اليوم. صعب هالشي. فرح، نسرين وزياد لازم تعملوا مجهود أكبر حتى ما تبقوا بالمراتب الأخيرة، والمشتركين الباقيين لازم تحافظوا على مستويكم حتى ما تتراجعوا بالترتيب. ذكركم
أنه بعد عرض هالحلقة الفيديوهات رح تصير موجودة على القناة الرسمية للتلفزيون الآن على يوتيوب، وأنتوا عليكم تتفاعلوا عبر فيسبوك وتويتر وإنستغرام لتحمسوا الناس تحضر فيديوهاتكم على يوتيوب، وهيك أكيد بتزيد فرصكم توصلوا لحلقة التحدي الأخير بحال غادرتوا المسابقة بحسب اختيار الحكام. شكراً لحكامنا، شكراً وعد، شكراً غادة، وشكراً توني. وللمشتركين السبعة بقول بكرة نهار إجازة استفيدوا منه، خلاله بتعرفوا مهمتكم الجديدة والمشاهدين بشوفوها باليوميات. وتذكروا صبايا وشباب إنه بالموهبة والمجهود بتصيروا نجوم بلا حدود. إلى اللقاء.